السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعا في فعالية التقى بالإعلام مع الأستاذ مروان الحل، مدير الأخبار والبرامج الاقتصادية من مؤسسة دبي للإعلام، فليتفضل مشكورا. شكرا رنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة من خلال هذا المؤتمر، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في إيصال المعلومة المفيدة للجميع بكل شفافية ووضوح. بداية، جزاكم الله خير، حدثوني الإخوان أن نحن نتحدث اليوم عن دور الإعلام بشكل عام، وبالتحديد مؤسسة دبي للإعلام، وفي رصد الأسواق المحلية العقارية، بالإضافة للجهود المبذولة في التشريعات ونشرها، وأيضا الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص، وأيضا الشفافية بتقديم أسعار العرض والطلب. هناك أيضا بالنسبة لمبادرات تشجيع الاستثمار، إدارة العقارات المحلية والعالمية، واستثمر في عقارات دبي. اليوم إذا بنتحدث عن دور الإعلام بشكل عام ودور مؤسسة دبي للإعلام بشكل خاص، نحن أخذنا على عاتقنا أن دبي اقتصادية بشكل خاص والإمارات بشكل عام. إحنا دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله بعد في سنة 2071 سنصدر آخر برميل نفط، وبالتالي من خلال هذه الفترة تعمل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد جميع سبل التطوير والاستثمار في العنصر البشري بالمركز الأول، وأيضا البنية التحتية، بالإضافة إلى العديد من مخرجات الاقتصاد في دولة الإمارات. اليوم أيضا وزارة الاقتصاد تعمل بكل جهد لدعم المستثمرين وأيضا الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكي تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إصدار آخر برميل نفط على نفسها من خلال التجارة والتصنيع، بالإضافة هناك مصانع في دولة الإمارات قاعدة تأسس، أيضا السياحة في دولة الإمارات اللي تعتبر من أفضل دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السياحة. اليوم دبي متميزة، هي الأولى سياحيا، ومطار دبي طبعا هي الأولى على مستوى العالم. اليوم قاعدين نحقق أرقام في دولة الإمارات بجهد من قيادتنا الرشيدة، قاعدين نحقق أرقام كبيرة في هذا المجال ولله الحمد. فبالتالي إذا بنتحدث عن قصة البرامج الاقتصادية في مؤسسة دبي للإعلام التي ابتدأت من سنة 2005 عبر برنامج بسيط في برنامج تداول على قناة سما دبي، كانت متخصصة بالأسواق المحلية، هي أسواق المال، لكن في حلقة أسبوعية كانت هاي الحلقة هي تخصص فقط لدائرة العقارات في دبي، اللي كان اسمها فيما مضى كان يسمونه الطابو. فكنا نعرض عقارات دبي، وكنا نعرض المشاريع، وبالإضافة كنا نعرض التشريعات والقوانين، ونحاول أن نحن نوصل كل المعلومات اللي يحتاجها المستثمر في دبي قبل الاستثمار. فارتئينا بعد ذلك على إيجاد نشرة اقتصادية متخصصة وبرنامج اقتصادي متخصص أيضا في المجال الاقتصادي بجميع مجالاته، اللي هي مثلا العقارات والأسهم، بالإضافة إلى التجارة والسياحة وغيرها. اليوم أيضا مؤسسة دبي للإعلام تنتج برنامج خاص بالعقارات، هو برنامج معمار، بدأ قبل كم سنة للموسم الأول، واليوم يمتد للموسم الثاني. هذا البرنامج يعني يعود بحلة جديدة. هذا البرنامج يطرح اللي هو الخبير العقاري مهند الوادية خلال كل حلقة قصة عقارية يتم اقتنائها تقنين بعناية تعكس واقع القطاع العقاري في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. تتنوع أفكار الحلقات طبعا بقصص مشوقة هادفة وتوعوية عبر عالم العقار الشائك والمتنوع، واللي تختلف فيه المتطلبات والاحتياجيات من مشاهير أو أشخاص عاديين بين المشترين يبحثون عن بيت الأحلام يسمونه، أو عقارات للاستثمار، أو بائعين ولا مستأجرين أو ملاك أراضي بحاجة إلى نصيحة مهنية ومدروسة من خبير عقاري.
طبعا يستضيف بعض الحلقات أصحاب الشأن العقاري والعديد من المطورين العقاريين في دبي والإمارات بشكل عام مثل ما ذكرنا، وبذلك يقوم بتعريف الناس على مشاريع عقارية جديدة ومتنوعة، بالإضافة إلى نصائح عقارية واستثمارية اللي يطلعنا عليها الأستاذ مهند من خلال الحلقة. طبعا هذا برنامج متخصص في مجال العقارات، لكن هناك مثل ما ذكرنا نشرة الأخبار الاقتصادية، نشرة التداول، أيضا هناك في جانب جانب عقاري من ضمن نشرة، وهي أو النشرة اللي كان قبلها برنامج مثل ما ذكرنا، واللي تبنت دور دائرة الأراضي والأملاك بدبي من خلال القوانين والتشريعات وعرضها على المستثمرين. اليوم بنتحدث عن إذا بنتحدث عن رصد الأسواق المحلية العقارية، فالعقارات في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص ولله الحمد تلقى استقطاب من جميع أنحاء العالم، المستثمرين يتطلعون بالتواجد في دبي. اليوم عرض الأسعار مختلف ما بين مثل ما نقول منطقة وأخرى، مثل ما كنا نتكلم قبل المقابلة أنا معاك رنين، أن هناك في مناطق تكون أسعار مرتفعة. ليش؟ لأن على حسب المنطقة، لكن مقارنة بالأسعار العالمية نحن ما زلنا ضمن نطاق سعري رخيص منطقي. نعم منطقي بشكل عام، خصوصا بوجود أفضل بنية أو من أفضل البنى التحتية على مستوى العالم. اليوم دبي صحيح هي الأفضل على مستوى العالم من حيث صحيح البنية التحتية، وين ما تقع أنت تقدر توصل للمناطق الأخرى وبكل سهولة. اليوم إذا ما نتكلم عن مناطق، عند في دبي مناطق هي الأفضل على مستوى العالم، مثل بزنس بي، مثل تميرة، مثل شارع الشيخ زايد، مثل نهد الشبه، مثل الفيستيفال. هاي المناطق، هاي جميرة فيليج، مارينا، عندك الأمير، هذه المناطق كلها تعد وسط مدينة دبي. وأسعار الفوت هناك يعني لو تلاحظين هي أسعار رخيصة مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم. لا، ما عندهم، ما بقول لا، ما عندهم الامتيازات اللي موجودة في دبي، بالضبط، ما عندهم الخدمات أو ما الميزات عندهم الموجودة. خدمات، ما عندهم، صحيح ممكن عندهم بنية تحتية لكن ليست بقوة البنية التحتية اللي في دبي، صحيح ما عندهم الأمن والأمان اللي هو موجود في دبي. اليوم يكفي أنك أنت تبات في دبي وأنت مطمئن، لو بيبانك مفتوحة ما حد بيسرق. عندنا بالضبط أقوى أمن على مستوى المنطقة، عندنا الحمد لله رب العالمين بنية تحتية متميزة من خلال شبكة الطرق، من خلال الخدمات اللي يقدمونها السائقين سواء كان السيارات أو الدراجات أو حتى الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفر اللي هو خدمة المواصلات الجماعية مثل المترو، مثل الباصات، مثل شو يسمونه هذا اللي هو النقل البحري. فلله الحمد دبي متميزة والإمارات متميزة أيضا. لو تلاحظين أيضا التنقل ما بين المدن اليوم التنقل سهل وسلس جدا. صحيح بصير أبو ظبي عندك بدل 3 طرق للوصول إلى أبو ظبي، رئيسية، طرق رئيسية وكبيرة وشوارع منظمة. تبغى توصل للشارجة أيضا أكثر عن 3 طرق، بالإضافة للإمارات للجل أخرى من الإمارات مثل الفجيرة وشلبة وخرفكان، اليوم أقل من 45 دقيقة أنت واصل لهذه المناطق. فلله الحمد أن بنية تحتية وطرق سلسة وآمنة للوصول. فيعني اليوم مثل ما ذكرنا دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بأشياء لا توجد في دول أخرى بالتأكيد، ومقارنة بالدول الأخرى ما زلنا نحن الأرخص. إذا بنتكلم عن الجهود المبذولة بالنسبة للتشريعات، اليوم التشريعات طبعا بالتأكيد والقوانين تتغير مع الزمن. اليوم صحيح حسب يعني قبل القوانين تختلف في الثمانينات وبالتأكيد تطورت في التسعينات عقب ما طلعت المناطق اللي هي الفري هولد، زين. فبعد ما طلعت اكيد القوانين بدات تتغير، هناك تتغير مع تغير نمط الحياه، مع تغير المشاريع، مع تغير القوانين، مع تغير المستثمرين ايضا. فبالتالي هذه التشريعات تتجدد، واحنا دورنا كوسائل اعلام نحاول قدر المستطاع وبالتعاون مع الجهات المختصه مثل دائره الاراضي والاملاك بدبي ان نحن نقدم ونطلع الناس على هذه التشريعات والقوانين بالشكل السهل والبسيط من خلال مقابلاتنا مع المسؤولين، من خلال عرض القوانين، من خلال نشرها عبر
أيضا الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام. طبعا هاي كلها طريقة سهلة للوصول، لكن في بعض الناس تقول هل القوانين ما وصلتنا. لكن إذا بترجعين، إذا أنا بستثمر، أعطيك مثال الحين رنيم، إذا أنت بتاخذين مثلا، خلينا نقول اليوم بتشترين تليفون، مثلا هذا التليفون بتاخذين، قبل لا تاخذين التليفون مثلا ايفون ولا سامسونج ولا هواوي وات ايفر، هذه التليفونات بتسالين كم شخص؟ بتسالين بس واحد متخصص في التليفونات، بتسالين واحد عنده التليفون، صح ولا بتسالين مجموعه من الناس. صحيح فعشان تاخذين تليفون قيمته 5000 او 4000 او 3000 درهم على حسب، فما بالضبط بالك اذا انا باخذ مشروع بدفع فيه يعني مليونين مثلا مليون مليونين، دولار حتى لو صح 500 ألف بدفع فيه مبلغ كبير، ويمكن هذا المبلغ أنا أتسلفه من البنك في النهاية لبيت المعيشة أو بيت الحياة. صحيح فبالتأكيد لازم أنا أستفسر، أرجع مرة ثانية أتأكد من أن دائرة الأراضي والأملاك، أن مؤسسة التنظيم العقاري، أن أتأكد أن هذا المشروع مسجل ولا غير مسجل. بعض الأخوة يصيرون يأخذون مشاريع من خلال تقديم بعض الشركات عبر الأونلاين ولا عبر اللي هم البروكر ولا واحد يتصل بهم. طيب صحيح انت عندك جهة متخصصة، جهة اسمها مؤسسة التنظيم العقاري، ان دائرة الاراضي والاملاك. اليوم انا قبل لا اشتري مشروع اتاكد اصير هذا المشروع مسجل، البيزات اللي بحولها هل تحول على حساب الضمان، لان دائرة الاراضي والاملاك جزاها الله خير من خلال مؤسسة التنظيم العقاري ان عندهم حساب ضمان لكل مشروع. كمثال بسيط، مشروع اكس تابع لشركة واي، هذا المشروع لازم يكون مسجل بالدائرة، ولازم يكون للمشروع حساب خاص. ولما مرخص أنت تكتب التشيك، هذا تكتب التشيك عبر هذا هذا الحساب اللي هو صحيح حساب الضمان. فبالتالي من يكون مسؤول عن دائرة الأراضي والأملاك؟ ودائرة الأراضي والأملاك هي اللي تتابع هذا المشروع أول بأول، وتعطيك من خلال النظام اللي عندهم أو عن طريق الأونلاين ممكن تشوف أنت هالمشروع لأي مرحلة وصل، أن نسبة الإنجاز 100% فتحصل مثلا اليوم وصلوا 5% 10%. فبالتالي أنت تدفع دفعاتك عن طريق الدائرة وأنت مطمئن. هذه اللي هاي لحماية المستثمر. فمثل ما قلت أنا، إذا بحط مبلغ اللي هو يسمونه مبلغ العمر ولا القسط اللي أنا ماخذنه في البداية، أحطه على مشروع أنا مو ضامن. يا أخي مثل ما أنت سألت على هالتليفون، يا أخي روح أسأل، ما بتخسر الا هي يمكن 10 دقائق نص ساعه في اداره الاراضي والاملاك، والجماعه متعاونين أقل بشكل حتى كبير بشكل كبير. واليوم ما يحتاج، اليوم احنا بالتليفون أو بس أونلاين حتى اونلاين، كله بس اختراق نزل الابلكيشن وهم بيعلمونك صحيح بشكل سريع. فمثل دبي متطوره والامارات متطوره، يعني ما يحتاج هذا كله، بشكل سريع تقدر عن طريق الاونلاين تخلص كل الاجراءات، وايضا تتابع كل المشاريع وانجازاتها. اليوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي وأيضا الجهات العقارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهود كبيرة أيضا من خلال القوانين. هناك نيابة خاصة بالعقارات ومحكمة خاصة بالعقارات اللي موجودة في دائرة الأراضي والأملاك عشان تطلع حقك أنت اليوم كمستثمر في حال إذا استوى أي نزاع ما بينك وما بين المالك او الشركه العقاريه اللي انت قاعد تستثمر عندها. فما يضيع حقك في دبي دام انت تتابع التشريعات والقوانين، وما يضيع حقك دام انت في دبي وبظل قياده رشيده في دوله الامارات العربيه المتحده تهتم بالمستثمرين وتامل بان تكون هي الاولى على مستوى العالم في جميع المجالات ان شاء الله. إن شاء الله هناك ايضا اذا بنتحدث عن نقطة أخرى مهمة، ألا وهي نقطة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم تنافس كبير ما بين الشركات العقارية في طرح مشاريع متميزة وضمن أسعار يعني بمتناول الجميع. اليوم نشوف مشاريع هي الأولى على مستوى العالم في أرض الواقع. اليوم عندنا أكبر برج في العالم، اليوم عندنا نخلة في وسط البحر، اليوم عندنا جزر في البحر، اليوم عندنا مشاريع متميزة، أبراج جميلة
فهذه هذا التنافس اللي موجود ما بين الشركات هو تنافس جميل وتنافس شريف جزاهم الله خير، ترفع من اسم دبي. اذا من تابع مؤشر ناطحات السحاب على مستوى العالم، اليوم دبي يمكن الثالث او الرابع عالميا، قاعد تنافس دول كبرى، نيويورك، اليابان، غيرها من الدول. وهي ليست مشاريع بسيطه، هي مشاريع كلها متميزه. اذا بنعبر دبي من المارينا للجيلتي، اذا بنسير شارع الشيخ زايد، بنسير ابو ظبي على شارع خليفه، ولا بنسير مثلا الكورنيش، بنشوف مشاريع وابراج متميزه يتغنى بها العالم وليس فقط الامارات. اليوم اذا بنشوف مثلا خلينا نقول مثلا اليوم الوطني لاي دوله، فتشوفين علم هذا الدوله يرف عبر ناطحه سحاب هي الاعلى على مستوى العالم على برج خليفه، فالعالم كله يتغنى بهذا البرج. اليوم ان ابراج ابو ظبي ايضا متميزه، ان على مستوى الامارات الاخرى ايضا مشاريع متميزه في البحر وعلى الشواطئ وفي الصحراء، يعني اللي هي الطابع البدوي الاصيل. في كثير من المشاريع اليوم انت شوف خاطرك في الامارات بتحصل موجود كل شيء، بحر، سماء، كل شيء موجود. بالضبط، جزاهم الله خير، كل متميز. والشركات العقاريه التنافس اللي ما بينهم جميل، وكل واحد قاعد يطلع بافكار جديده. المطلوب في الوقت الحالي، يعني اذا بنتكلم شفافيه من الشركات العقاريه، هو التنافس المميز بمشاريع متميزه وليس طرح مشاريع فقط. اليوم انا ما اجي ابني خلاص برج واطرح واغرق السوق بالعرض، هذا غلط. هذا انا اشوفه كوجهه نظري، يعني ان ممكن هذا يغرق السوق بمشاريع ما لها داعي. اليوم لازم انا اسوي مشروع مميز، مشروع استراتيجي، مشروع يكون في لوكيشن الكل يحتاجه، مشروع مثلا يكون مميز بشكله مستدام. صحيح. يعني هناك العديد من الافكار. اليوم عندنا ايضا ابراج مستدامه ولله الحمد، اليوم عندنا مشاريع مستدامه، وهذه المشاريع يعني ما شاء الله قاعده تنطلق على ارض الواقع بعد ما يعني اصرت دوله الامارات العربيه المتحده بان تكون من اوائل الدول في تطبيق الاستدامه والمدن الخضراء. اليوم عندنا مدينه خضراء في دبي خاليه من السيارات، ايضا سيارات البترول. فيعني مشاريعنا متميزه ولله الحمد، تنافس شريف ما بين الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم وتشريعات رائعة من دارة الأراضي والأملاك. بالتأكيد لا، ما في شيء يخلو من الخطأ. الشيء الوحيد اللي يخلو من الخطأ هو الدين والقرآن الكريم، لكن كقوانين كتشريعات أكيد في بعض الأخطاء البسيطة وهذه، لكن الحمد لله رب العالمين دولتنا وقياداتنا وأيضا المسؤولين يحاولون قدر المستطاع أن يحلون أي معضلة أو أي مشكلة تواجه المستثمرين، وأن يوصلون الحق لأصحابه بأي طريقة من الطرق. في النهاية نحن اليوم نحتاج مثل ما ذكرنا لمشاريع متميزة على مستوى الإمارات، ليس لكثرة العرض إنما للتميز. كثرة العرض أنا أشوفه في غرق السوق وهذا ما يجوز، لكن اليوم يجب أن نطرح مشروع. قبل ما نطرح هذا المشروع يجب أن نقدم مثل خلينا نقول دراسة، هذه الدراسة يكون فيها تخطيط مستقبلي شامل. شو سبب المشروع هذا؟ أنا ليش أقدم على هذا المشروع؟ ليش على هذا الموقع؟ ليش هذا مثلا العدد من الأدوار، أو ليش هذا العدد من الفلل؟ قبل لا أطلق أي مشروع، مش المنطقة السكنية الخاصة اللي هي خاصة بالمواطنين، لا، أنا أتكلم عن المشاريع الكبيرة. قبل لا أطرح أي مشروع يجب أن تكون عندي دراسة، ويجب هذا المشروع أن يتخطى العديد من اللجان. هذه اللجان كلها تكون متخصصة ليكون هذا المشروع بالنهاية ناجح. حتى لو أخذ سنة سنتين عشان أحصل على الموافقات زين، لكن في النهاية هذا المشروع أنا أتأكد أنه ما يوقف مثل ما وقف بعض المشاريع. أتأكد أن هذا المشروع يعود بالفائدة على المستثمرين لأكسب ثقتهم بشكل أكبر. يجب على هذا المشروع أن يكون مشروع متميز يرفع من اسم الإمارات. فهي النظرة العامة اللي أنا أشوفها على مستوى القطاع الاستثماري العقاري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
طبعا إذا بنتكلم عن العرض والطلب، اليوم الحمد لله العرض والطلب في الإمارات، أعتقد أن المواقع اللي هي الخاصة بالشركات العقارية والدلالين الموجودين، البروكرز اللي موجودين، هناك شركات عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بشفافية. طبعا إذا أنت بتستأجرين مثلا رنيم، كم شركة عقارية عندك؟ مليون كم مكتب؟ مليار. في النهاية مثل ما ذكرت، نرجع للقصة الأولى، هي قصة التليفون. قبل أنا أتخذ قراري أتابع شركة شركة، أشوف جميع العروض. ممكن أنا أحصل عرض الفيلا في هذا المشروع وعرض في فيلا في نفس المشروع عند شركة ثانية، فرق السعر يكون في موجود، بس لازم نتأكد مواصفات الفيلا، عمر الفيلا، حجم الفيلا، الفينيشينج. فتعرفين هناك فرق. الخدمات، الفاسيليتيز، المرافق. بالتأكيد، فهذه الأمور هاي لازم الواحد على المستثمر هو يتابعها بنفسه، ما يرمي اللوم على الشركات إذا هو ما تابع. أكيد. دائما نحصل للأسف بعض المستثمرين يرمون اللوم على الشركات، لكن ما يحاسب نفسه قبل، ما يتابع هو في البداية قبل لا يضع محفظة نقدية في هذا المشروع. في عندنا طال عمرك مبادرات تشجيع الاستثمار. مبادرات تشجيع الاستثمار، يعني أنا كل شكر أشكر دارة الأراضي والأملاك بدبي بالتحديد سعادة سلطان بن مجرم مدير دارة، أبو محمد مدير دارة الأراضي والأملاك، وسعادة مروان بن الغليظة، وسعادة ماجدة علي اللي هي مديرة الاستثمار بإدارة الأراضي والأملاك، على جهودهم المبذولة لنشر شو نقول الاستثمار بدبي. شاركنا في العديد من الفعاليات العالمية مثل معرض ميبم اللي هو كان بفرنسا، شاركنا بمعرض شنغهاي العقاري، وكان هناك حضور متميز لدارة الأراضي والأملاك ومشاريع الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، من خلال مشاركات جميلة في هذه الفعاليات العقارية العالمية. وهناك كانت إشادة من أصحاب المعالي والسعادة بتلك الدول على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا شخصيا كنت متواجد هناك وقابلت العديد من المسؤولين في تلك الدول، وجميعهم يعني يشيد بهذه المشاركة من خلال طرح مشاريع متميزة. وهذه المشاريع مثل ما ذكرت سابقا هي كانت مشاريع متميزة، يعني كانت عناوين بعض الصحف في تلك الدول. فمشكورين على تقديم دبي بأجمل حلة والإمارات بأجمل صورة من خلال هذه المعارض، يعطيهم ألف عافية، ما قصروا من خلال مشاركاتهم. وأيضا في موضوع آخر بنتحدث عنه اللي هو استثمر في عقارات دبي من خلال تلك المعارض. أيضا كانت دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام متميزة من خلال عرض المشاريع اللي هي وشركات يعني محددة شاركت في تلك المعارض، عرضت مشاريع كانت متميزة يعني لفتت أنظار الحضور في تلك المعارض. الحمد لله رب العالمين، نحن في ظل قيادة رشيدة، في ظل قيادة متميزة، في ظل إدارات ومسؤولين يخافون الله في الإمارات، والحفاظ على جودة الحياة وجودة المشاريع. نشكر الأستاذ مروان الحل على هذه المعلومات القيمة، كما أشكر السادة الحضور على مشاركتكم في هذه الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.